مشاهدينا بدي احييكم دايما عبر الام تي في الحال عنا. صراحه قبل بلحظات من دخولي للاستوديو بلغنا من شعبة العلاقات العامة قوى الأمن الداخلي أنه حمولة شاحنة وقعت يعني على الطريق العام على أوتوستراد المحازة لدبي، وأكيد تسببت بحركة سير كثيفة، يعني يلي هلأ متوجه من بيروت باتجاه جونة يتأخر شوي لأنه لكانوا شالوا حمولة الشاحنة. طبعا بدأ نهار جمعة، بعرف كتير ناس طالعين اليوم بكير كمان عجبال، يتأخروا شوي لأنه رح يعلقوا على الأوتوستراد أو ياخدوا طرقات تانية. بس حاليا من بيروت لدبي بدبي بالطريق المحازة أوتوستراد دبي حمولة شاحنة وقعت من الشاحنة وهلأ على الأوتوستراد، إن شاء الله يتم رفعها بسرعة وهيك أكيد ما بتتأخر الناس. معلومة بمعلومتنا لليوم، المجلس الأعلى للجمارك أصدر قرار حمل الرقم 93/2019، عدل بموجبه القرار رقم من قانون 25 المتعلق باستثناء المواد الأولية للصناعة والزراعة تطبيقاً للمادة 98/2019 يعني الموازنة. وقد جاء هذا القرار بناء على تعميم أصدر وزير المالية علي حسن خليل للجمارك بهالشأن، وذلك بعد التنسيق مع الجمارك وجمعية الصناعيين والوزارات المعنية. بالمادة الأولى للقرار بيقول تعفى من تأمين الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 59 وفق قرار هذا المجلس رقم 89 البنود التعريفية المقترنة بالرموز 144 من القانون، يعني هي الرموز 321/322/323 من القانون 144/2019 يعني قانون الموازنة، والسلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول المرفق يعني جدول رقم 1 والمستوردة من قبل الصناعيين شرط إثبات صفتهم بموجب شهادة صناعية صادرة عن الوزارة المختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الإدارة فور صدور المرسوم التطبيقي لأحكام المادة 59 المذكورة، على أن يستثنى من موجب إبراز الشهادة الصناعية عند الاستخدام الرمز 323. المادة الثانية بتقول تعفى من تأمين مبلغ الرسم المقطوع منصوص عليه في المادة 59 للقانون 144 وفق قرار هذا المجلس رقم 89 البنود التعريفية المقترنة بالرموز الزراعية 312/312/313 والسلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة بالجدول المرفق جدول رقم 2 والمستوردة من قبل المزارعين شرط إثبات صفتهم بموجب شهادة زراعية صادرة عن الوزارة المختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الإدارة فور صدور المرسوم التطبيقي لأحكام المادة 59 على أن يستثنى من موجب إبراز الشهادة الزراعية عند استخدام رمز 313. طبعاً هالقرار يعمل به فور صدوره. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 بيخد أول اتصال لليوم. ألو بونجور. بونجور مدام ربيكا. نعم رفعت هلال معك. أهلا صاحب كهرباء بعلي. أهلا وسهلا مدام ربيكا. نحن هيك ما عرفنا نكفي. نعم لأنه عم تطلع الفواتير 30,000 و35,000 عدادات. نعم صاحب العداد يلي الدولة عطته إياه حق إله قال صار الموتير له، بطل لنا الموتير، صار لما بيجي يظهر برات البيت بطفي الموتير وبفل، ولما يجي بضوي الموتير. نعم. ونحن الموتير ريفازيه بيطلع منه 3 خطوط. نعم. او الكهربائي بيعرفوها. نعم. الموتير بيصرف على الخط العالي على اعلى اعلى خط. نعم. نحن لما يطفي هذا جونتيرو بنكون عم نخسر، بيصير اول فاز 300، ثاني فاز 100. يعني نحن عم نخسر 200 امبير بهذا الشغله، بس نخسر 200 امبير. مين عم يخسر 200 امبير؟ اصحاب المولدات. اصحاب المولدات هيدي مش عاملين حسابها هن الوزاره. نعم. انه هذا صاحب الديجونتير عم بيطفي الديجونتير وفل، يعني نحن موتوراتنا عم تشتغل على العالي وهو عم يصرف على الواطي ونحن هيك عم نخسر. نعم. فنحن ما عاد فينا نكفي. وعندكم 50,000 ليرة على الكيلووات كمان، وإسا عندنا 50,000 ليرة على الكيلووات، يعني أي طيب، يعني اللي ما نجمعهم بدنا نبيع بيتنا
مع انه انا بعت شقه حتى لي سويت المتلات، ما نبيع بيتنا الثاني حتى يهجرونا كمان افتكيب من بيوتنا، مش معقوله هيك. انا بيطفي، انا بيطفي، وبدعي كل اصحاب المتلات يطفوا. هاي جبالي منهم، جبالي منهم، من شو خايفانين؟ يخبروني من شو خايفانين؟ خايفانين من الحبس؟ لك الحبس للرجال، الحبس لإلهم ثلاثة، مش إلنا الحبس. حبس يلي عم يقطعوا الكهرباء طه ساعة وطه ساعة عنا، هذا حبس لهم، مش إلنا الحبس. والناس بتفكر إنه الكهرباء متواطئة معكم، إنه بتكتر التأمين تتمشي المطارات. بالضبط، مع إنه نحن عم نخسر. هاي 15,000 ليرة عطينا إياها بتكفي الصيانة. أنا ضرب موتير ب 10 دولار دفعتها لقصة، ومش عم صلحه، وبلشت تكفك العدادات للعالم كرمال هيك. طيب بلشت تكفك العدادات. لأقول لك شغلة، اول شيء نحن دولة لبنانية مفروض تقلنا انه بدها تجيب لنا كهرباء 24/24، شرعت الموتورات بطريقة او باخرى، وعطتها هي هلا الاولوية باعطاء الكهرباء، وعطت هالضرايب عليها. انتو كاصحاب مولدات امبارح بالبقاع تحركوا رافضين هذا الموضوع، هيدي بدها قرار من كل اصحاب المولدات في لبنان، تعمل دراسة مظبوطة، دراسة تكون شفافة وتنعرض على الرأي العام وعلى المعنيين لإعادة النظر إن بتعرفي أو بأي شيء تاني، لأنه لا المواطن رح يكون مرتاح ولا أنتم مرتاحين، وكلنا شايفين. وبدل ما الكهرباء تجي وبدل ما الدولة تنكب لتعطينا كهرباء لبنان ويجيبوا الكهرباء الدولة مثل ما بنعرف، لا، متكلين على الموتورات. والموتورات عم بسمع صوتك اليوم مثل ما سمعت أصوات من امبارح والأسبوع الماضي. هيدا موضوع بده دراسة من قبلكم تتقدم للمراجع المعنية، وعلى ضوء المواطن بيعرف حاله وانتو بتعرفوا حالكم، وهيك منعرف الدولة قدي جديتها بان هي تأمن الكهرباء، لانه الاولوية اكيد لكهرباء لبنان. اتصال اخر. الو. الو، اهلا مسيو، يعطيك العافية. اهلين، طول لي عمرك. الله يخليك. ولك انا من 16 حكيتك وقلت لي في البنية بالمنصورية تحت الملجأ مش مرة مايل والتين مش مايل، وقلت لي أنا مستعد إني ساعدك، وبعثت لك على الفيسبوك. بحيات عمرك، شو بدك تساعدينا؟ ساعدينا ولا صراحة من 6 أشهر هلأ ما بقى أتذكر مزبوط الخبرية، بس بعرف بوقتها بعتلك صورها. هلا رح ارجع اشوفها، رح ارجع ب 6 أشهر، رح بدي ارجع لورا 6 أشهر، خليني ارجع اشوفها ونشوف شو بنقدر نعمل. اوكي، اهلا فيك. مين معي؟ الو. الو، ايه تفضلي. بونجور. بونجور، يعطيك العافيه. اهلا. وحياتك، معك مواطنه. نعم. انا عندي شكوى بجنوب على طريق مغدوشه. نعم. هيدا تحفرت من 3 أشهر ولهلا قلنا 3 أشهر مثل عم نكسر سيارتنا على هالطريق. تحفرت ليه يعني؟ صار في امدادات شيء عليها؟ لا، شغال. هي تحفرت على اساس بدها تتزفت. يعني برشوها. مزبوط. مين البلديه؟ البلديه او الوزاره، بتعرفي مين؟ لا صراحه، حسب ما سمعت انه النايب اللي فوق، نايب مغدوشه، هو اللي سعى انه. مين نايب مغدوشه؟ دكتور موسى. مزبوط. اوكي، نحن بنشوف مع دكتور موسى الموضوع. لا، اكثر من 4 أشهر. اوكي، نحن ضيعنا. لقلك ليه، احلك ليه، لانه ما كان في موازنه، ده طلعت الموازنه وصار في تمويل لل، يعني صاروا الوزارات بيقدروا يشتغلوا بالمصاري، يعني صار بيقدروا يامنوا زفت وغيره. بفتكر هذا الجواب، بس انا رح احكي دكتور موسى بالموضوع، وبعرف منه بتواصلوا اكيد مع الوزاره ايمتى رح تتزف الطريق مغدوشه. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو. اهلا. الو، بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم، عم بحكيكي من منار ابراهيم. ايه اهلين مدام ريبيكا. قلنا شي 20 يوم ما عندنا مي. اف، ومن تلفين عجبال، نحن تابعين الجبال. ايه، بتقلي ما عم بيحكي، عم دق على المحطة ما عم بيرد. يه، شو هالحكي؟ ايه، طلبت شي مرة الكول سنتر، يعني الاساسي مش جبال، كول سنتر. لا، ما معي رقمه. ما عندك رقمه؟ لا. رح نحطه على الشاشة هلا للكل يعرفوا، لما بتنقطع المي بضمن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اللي من ضمنهم الجبال، ما بقى يتواصلوا مع انت حدك بجبال، مع محطة جبال، تتواصلي دغري مع الكول سنتر، هو بتابعها مع المعنيين. عرفتي؟ فهمت علي؟ يعني هلا جبال قال لك هيك، بس انه الكول سنتر هو بتابعها، بيعرف ليش 20 يوم نهر ابراهيم ما عندكم مي. عندك بس ولا بكل المنطقة كلها؟ عارفة شيء؟ مش بيتي. مش بيتي، كل المنطقة. نحن مقسمين، في بيقولوا له فوق الأناية. ايه، انتو فوق الأناية ولا تحت الأناية؟ نحن تحت الأناية. تحت الأناية. فوق الأناية انا عم بطلع وعم بشوف انها عم تجي، وعم بقول لهم
مدام شو بدي اعمل لك؟ بتقلي مدام شو بدي اعمل لك؟ انا علي بلغ، اعطيني رقم التليفون واعطيني اسمك واعطيني وحده واعطيني رقم العيار. ما بدي رقم لا مدفوع ما علي مي. بس الكل اعتبري واحد علي منه دافع. هالعالم كله في شيء في شيء 80 90 بيت يعني هودي كله مش دافعين، يجوا يسكروا العيار وخلص. لا يعني الواحد اذا ما فيهم يقصوا كل العالم بيروحوا على عيار الشخص اللي اذا تأنذر وما دفع هيدا صار بالشخصي، يعني مش مثل الكهرباء محطة بتعطي حي. لا العيار كل إنسان عنده عيار مي، يعني بيروحوا دغري بيشيروا العيار التابع للمشترك اللي مش عم يدفع. في فرق، عرفتي كيف؟ أوكي. هلأ خلال الحلقة رح نحط الرقم 01-396-040. بيخد اتصال كمان. ألو. ألو تفضلي. مرحبا. مرحبا مدام ريبيكا. أهلين. عطول أنا بحضرك عطول. أهلين. أنا مواطنة عم بسأل كرمال مالية للبيوت. إيه. خلي يعملوا لنا عفو لحتى نروح ندفع، يعني أنا ما رم عندي حدا ولا أولاد ولا رجال زميل، ما فيني أدفع إذا كثير يعني إذا يعملوا. هلأ في تخفيض هلأ بهالوقت هيا. في عفو لجازو لدول. هلأ في تخفيض هلأ بهالفترة هيدي. في تخفيض، خليني اتاكد لك، بس في تخفيض هلا. يعني انت شو بدك تدفعي بالماليه؟ شو عندك؟ للبيت. للبيت؟ ايه بعتقد في تخفيض، بس خليني اسال وبجاوبك، بجاوبك على الهوا. فاصل ومنتبه. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. بالنسبه للست يلي اتصلت والمي مقطوعه بنهر ابراهيم، الرقم هو رح نحطه على الشاشه للشكاوى 01-396-080. بتتصل فيهم وبتعطيهم رقم العيار حتى يعرفوا وين، واكيد بتقدر تعرف ليه في عطل، وبيعرفوا كمان لانه بده يكون 20 يوم اكيد في عطل. بحب كمان مع صوره رح نشوفها هلا. بتفاجئوا مواطنين على أوتوستراد جوني بطفلين نايمين بصندوق إحدى الشاحنات مع المواشي يلي تنقلها الشاحنة، يعني تصوروا أولاد بشاحنة مع موجودين مع مواشي، ويبدو أنه يلي سيق هالشاحنة هيدي منه فرقانة معه إذا في أولاد ولا لا، خصوصا أنه في شمس كانت كتير حارقة، ومن ناحية تانية في سلامة الأولاد كمان. من هون هالصورة هيدي اللي عم نحطها على الشاشة نودع بتصرف أو بعهد قوى الأمن الداخلي والجهات المعنية لإجراء المقتضى القانوني. رح نرجع نحط الصورة حتى يبين إذا في رقم لإلها، يا ريت تتقرب بعد أكثر لنشوف هالولاد كيف قاعدين مع المواشي بقلب صندوق الشحنة هيدي. هيدا الشيء ما بيصير. كمان بعهدة قوى الأمن اللي عم بيصير على الموتو بدون أرقام للموتويات، شباب شابين أكتريتهم عم يجوا ينشلوا الستات، بيبقوا ظاهرين من سبينست أو من أي دكان هون على دبي مش مطرح بعيد. أولت مبارح موظفة بالأبسي ظهرت لتشتري غرض كتير، ظهرت تشتري غرض هي وراجعة مع البورت موني بإيدها ومع بإيدها تاني السلولير، بيهجموا عليها شابين عن الموتو. حاولت هي انه تشوف رقم الموتو ما في ارقام، ولكن اللي صار فكر شاب من الشباب انه رح يسحب لها البورتفوي من ايدها او سحبه، كانت هي اقوى منه بقي البورتفوي بايدها هو وقع، لما وقع كان عندها الجرأة تهجم عليه وتضربه، بس الناس اللي كانت موجودة ما حدا قرب. لو كانت حدا بنته او مرته او معقولة بنت عمرها 23 سنة عم تتعرض من شابين على الطريق العام عمرقة من كل الناس وما حدا يقرب، من شو خايفانين؟ وبعدين إذا بهذا المكان يلي فيه أول شي سير والساعة 2:30 بعد الظهر في سيكوريتي، ولكن بقانون السيكوريتي ما بيظهروا على الزفت، يعني ما بحق لهم. ولكن بهيك حالات شو منعمل؟ يعني لو كان في سكين بإيدهم وشكوا هالبنت بالسكين شو كان صار؟ هيدي برسم المعنيين من شرطة سير من شرطة بلدية بدنا ننتبه. في أسبوع بكامله عم بيصير في نشل على هيدي الطريق يلي قلت وين
بوضح النهار على عينكم يا مواطنين، وما حدا عم بيقرب وعم يحمي الناس. كمان بمتابعتنا نحن من فترة كنا حكينا عن مجرور بمنطقة بعبدة، ولكن هذا المجرور بأملاك خاصة بالعقار رقم 641 اللي اشتكى، واليوم رجعوا ذكروني انه بعد ما انتهت المشكلة. اللي عرفته من مهندسة البلدية بعبدة انه حاولت البلدية انها تساعدهم، راحت حتى تشوف ليه عم تنبع الصرف الصحي من هنيك، لقيوا انه هيدي البناية اللي هي 641 عقار 641 عندهم جورة صحية منا مفضاية، وبلدية بعبدة ما عندها هي شاحنة تسحب مثل غيرها. طلبوا من أصحاب البناية بالبلدية إنه نحن بلشنا بالشغل ولكن فوجئنا بهجورة، عليكم أنتوا تفضوها. لليوم أصحاب البناية رقم 641 ما فضوا الجورة حتى البلدية تعمل شغلة، مع العلم إنه هالجورة موجودة بأملاك خاصة. يعني على اللي عم يشتكوا من العقار 641 بدكم أنتوا تجيبوا حدا يفضي الجورة حتى تقدر البلدية تشتغل إذا في من أشغال. باخد اتصال. الو الو بونجور. بونجور، يعطيك العافيه. اهلا، معك مدام عساكر. اهلا مدام. بليز بدي استفسر، انا عن ضمان جوني، انا زوجي بيشتغل بشركه بس لهم 3 سنين ما قبضوا شيء من الضمان. يعني هن عندهم معتمد قبض مندوب بياخد على طول الطلبات من 3 سنين. من 3 سنين بعد ما قبضوا، وكل مره في حجه جديده بالضمان. يعني مرة كان إنه ما في موظفين كفاية، مرة إنه تتشكل الحكومة، من بعدها إنه في مشكلة بين أستاذ نبيه بري ونايب جوني. يعني هلأ دخلوا بدهم يوصفوا، يعني هلأ صار الواحد اللي بده يقبض فاتورة ضمان بتعلق بالسياسة، واحد مختلف مع الثاني، كيف ها؟ صح، ونحن قلنا 3 سنين وأنا جوزي بياخد يعني كمية أدوية، مش إنه دواء واثنين. يعني ما بعرف وين المشكلة، أنا بدي أسأل بس تعرف شو المشكلة. أول شيء مدام لقلك شغلي، بالمبدأ في تأخير بالضمان بدفع الفواتير، في تأخير، وأنا عرفت من يومين كل يلي عندهم فواتير 2018 شهر 10 و11 رح يقبضون، والضمان الاختياري رح يقبضون 2017. أما أنتوا ضمان عادي، يعني مفروض هالمندوب هيدا دايما يتابع. هلا ما بعرف إذا بتحب تقولي أو تعطي دوريس قبل ما تسكري، يعطيها اسم الشركة بس إذا سألت، أو اسم المعتمد القبض مندوبكم، إذا سألت مع ضمان جوني أعرف إذا هو عم بكذب ولا ضمان جوني في تأخير صحيح. عرفتي؟ تنقدر نعرف نحن شو السبب 3 سنين بعد ولا فاتورة مدفوعة. هذا شيء مش طبيعي، 3 سنين كتير. أعطي دوريس شوية معلومات، يا اسم المندوب يا اسم الشركة، هيك منقدر نعرف من الضمان إذا مزبوط في تأخير ولا. باخد اتصال كمان. الو الو، تفضل. بونجور مدام. بونجور. نعم، معك من المطران. اهلين، تفضل. ساكن على الدوره، ساكن على الدوره بين الدوره والبوشتين. اوكي. مشكلة عنا بين المجرور الرئيسي، كل جمعه جمعتين بفوت هالمجرور. وين؟ وين تحديدا؟ هل هو مجرور رئيسي يعني عام؟ هو مجرور عام او مجرور خاص؟ لا، مجرور عام. وين بالتحديد؟ لانه كان في على الاتحاد مجرور، كان دائما بلديه الجاي تعمل مع انه هذه مسؤوله عنه وزاره الاشغال، هنيك ولا مطرح ثاني؟ لا، مطرح ثاني بفرع ثاني، وعلى علم شو اسم الشارع؟ اعطيني الشارع 12 على 9، ومرقمين الشوارع كلها جديدة. نعم، رقموها 12 طبعا 12 10. ايه، انتو عندكم 12 9، شارع 12 9. ايوه. اوكي، رح تبعها مع البلدية لشوف. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال بموضوع الصرف الصحي، لانه كتار سألوني حد الام تي في اي متى رح يصير دور هيدي المنطقة بالصرف الصحي. حكينا مع رئيس بلدية أنطلياس لأنه كان واعد أنه بالصيف رح تنعمل، وبالفعل هلأ بلش على يعني على تيخلص الخط الصرف الصحي اللي من بدنا نعمل دعايات اللي بيوصل على برج الحمام على الأوتوستراد، بس يخلص رح ينتقلوا حتى يشتغلوا بالشارع هون الام تي في ليلي سألوني. كمان بالنسبة للطريق، الطريق بيت المستقبل أي متى رح تتزفت؟ وارد التزفيت تبعها ولكن بعد فترة قصيرة، مش فترة يعني، تباعا رح تجي الأشغال عليهم.
باخذ اتصال. الو بونجور، يعطيك العافيه. بونجور، عم بحكيك من بليبي بشارع مارون القديم. ايه اهلين. بدي اعزك من فتره، من كم يوم وصلنا فويس عنه طالبين البلديه من الشارع عنا من كل بنايه مبلغ معين كمان صالحه مجهور بالشارع. نعم. بدي اتاكد منك اذا هالشيء مزبوط، نحن بدنا ندفع حق المجهور ليتصلح ولا انا بدي احكي بلديه بليبي لتاكد لكم اذا لازم تدفعوا ولا لا. اوكي. طيب لا تكرم عينك، باي شارع بس ببليبل؟ شارع المارون القديم. شارع المارون القديم. نعم. اوكي، بسألك بلدية بليبل وبجاوبكم. ننتقل مباشره.